فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إهداء الطاعات للنبي صلى الله عليه وسلم أو الدعاء له هل هو مشروع؟ الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني الدعاء له بالرحمة محل خلاف بين العلماء، من أهل العلم من منع ذلك ومنهم من أجاز، والأقرب الجواز، لأنه جاء في قصة الأعرابي الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فنهره الناس، فقال عليه الصلاة والسلام دعوه حتى أكمل بوله، ثم دعاه وقال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القدر والبول، وإنما هي للصلاة والذكر وتلاوة القرآن. فقال هذا الأعرابي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد تحجرت واسعا، وقره على قوله وارحم محمدا، فدل ذلك على أن الدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام بالرحمة أنه لا بأس به، لكن الأكمل هو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والسلام عليه، لأن هذا هو الوارد في النصوص والذي أمر الله به، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، خاصة يوم الجمعة فلها خصوصية كما قال عليه الصلاة والسلام إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة عليه، فيستحب الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ويتأكد هذا في يوم الجمعة، فينبغي أن يكثر المسلم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم صل وسلم على رسولك محمد ويكررها، وكما قال عليه الصلاة والسلام من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. أما إهداء الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا أصل له، ولم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفعله الصحابة، والصحابة يحبون النبي عليه الصلاة والسلام أكثر منا، ولو كان مشروعا لفعله الصحابة، لم يرد عن الصحابة ولم يرد عن التابعين ولم يرد عن تابعيهم، فهذا العمل عمل غير مشروع. نعم.